راح يلعبوا يوم 14 فبراير يلعبوا امام فريق الثوره، يوم 16 فبراير يلعبوا مباراه العوده امام الفريق النيجيري نجيلاك، ويوم 18 يلعبوا في ملعب عمر حمادي امام فريق شراقة. يعني هذا الفريق الى محبين فريق شباب قسنطينه ما ينال حتى شيء هذا العام. ما في ثلاث في ايام يلعبوا ثلاث مقابلات، في خمسه ايام، في اربعه ايام يلعبوا ثلاث مباريات. واش من المباريات بينها؟ مباراه تاع دور ربع نهائي، مباراه تاع كاس افريقيا العوده، مباراه امام الثوره. الى راهم حابين شباب قسنطينه يعفسوه ويحقروه، والفريق هذا ما مش حابينه يدي حتى تيتر، يقولوا لهم من الان ما تلعبوش وخلاص، ما باش يديروا لهم الوضعيه هذه. ونفس الشيء لفريق وفاق سطيف اللي كاين مسؤولين ما عجبهمش الحال كي انسحب الفريق الغومبي. هذا عيب كبير، انه ناس كانت حابه باش الفريق يزيد يسوفري. جو بونس كو راهي وصل كيما يقولوا الناس بكري، وصل الموسم العظم، لازم ندينونسيو هذا الشيء ونقولوا بلي فريق شباب قسنطينه بجمهوره. انا كاين بزاف اللي راسلونا وقالوا احنا فريق جمهور شباب قسنطينه الفقر والسعاده. قالت معليش مع الناس دراهم تعرفنا تجور ضد او مع سنافير دائما امام او وراء فريق شباب قسنطينه. نمروا الان ملي وليت مناجر جينيرال كلاتك الميزيريه، اللحيه، البوني، كذا، واش بيها هذيك كاع مولوديه هبلتك؟ لو كان انت تحكم المولوديه ماشي الميزيريه تاكلك. انت كو تحكم المولوديه. لا المسؤوليه ما نقدرش. ما نعرفش معناتها الرقاد. ما نقدرش على المسؤوليه. الرقاد ما تقدرش ترقد. الرقاد ما تقدرش ترقد. ماني ضرب تشونغاي. كيما مولوديه تعرف. تشونغاي البلاد، مولوديه البلاد شبيك. مولوديه كاع ولاد البلاد خويا. بوني. مولوديه كاع ولاد البلاد. بيري باس. مولوديه كاع ولاد البلاد. بصح شوف كاينه حاجه، انت دائما نعرفك حطه هكذا شده، بصح اليوم هشام داها لك خويا. علاش زدت كلها تاع عليك؟ غير ما تزعفش، ما تدير لك ما والو. راهو لابس لي كولور تاع رضوان، قال لي عليهم مقبله. حيسيني في اليسمى، تاع اليسمى حيسيني في اليسمى، حيسيني في اليسمى هذا الصيف ان شاء الله. هذو اليوم قضيه واحده اخرى، قضيه فريق شباب قسنطينه اللي وللاسف صنعت الحدث هذا الاسبوع. الناس كامل راهم يقولوا باللي شباب قسنطينه، وحنا تانا نقولوا باللي شباب قسنطينه دفع ثمن، بصح ماشي ثمن البرمجه سي اردوان، دفع ثمن الحقره اللي كانت واضحه فريق شباب قسنطينه. وكامل قالوا باللي ثاني دخلنا كامل الكتاب غينيس لاول مره في التاريخ، لانه اول فريق يلعب منافستين معتمدتين عند الفيفا وفي يوم واحد فريقين مختلفين. بصح انا نقول لك باللي ماشي لا بروميير فوا ندخلوا غينيس رضوان. كيفاش؟ لانه دخلنا غينيس من قبل باسكو كنا البلاد الاولى اللي قدرنا نديروا ماتش تاع فوت في بيسينا جزائر البوسنه. وقت شري الجزائر البوسنه، الجزائر البوسنه، والبلاد الاولى تاعي اللي قدرنا نلعبوا الجزائر كونتر الجزائر. الجزائر كونتر الجزائر، هذه ثاني حاجه. وتساؤل الان اللي راهو مطروح، علاش يتحرم فريق شباب قسنطينه من المشاركه القاريه بطرق ماشي ماني قادر نهضر، راني خفت نهضر عطوني في التليفون عشيه. ماني نقول لك ما يحبوش الرجال. لا بالك يا سيتي، سي ليكسيسيون سيت اني. سي فري كو رضوان، سي فري كو سي با نورمال تلعب دو ماتش في نهار واحد وفي بلاد مختلفه، مي سي ان اكسيبسيون سي با رابور ا لا بروغراماسيون تاع ليكيب ناسيونال. يفوكو يا ان دات وين حددتها لا فيفا، وين يحبسوا كاع لي كومبيتيسيون. تقدر تلعب ثلاثة يوم ثلاثاء، يوم ثلاثاء ثلاثاء الجاية، غدا ثلاثاء يلعبوا المباراة. لا هي على الجور ميم، سي لوجيك، سي لوجيك. راح تزيد تصرا لهم مباراة على الأربعاء، مباراة على العلمة. فريق شباب قسنطينة راح يزيد يعاني، لأنه حيلعب في نفس النهار يكون عنده مباريات تاع كأس إفريقيا. ونفس الشيء الفريق وفاق سطيف فضدكم ضد المولوديه راح يكون عندهم مشكل، لو ميم جو يلعبوا كوب دافريكي ماشي نورمال. برضو التساؤل اللي يطرح الان، علاش من الفرق يلعبوا على ادوار متقدمه في البطوله باش كي تكلاسي دوزيام ولا تروازيام ما يخلوكش العام اللي موراه ولا تلعب كوب دافريكي، ما يخلوكش بطريقه غير مباشره. بيان سور ماشي كل عام ما يخلوكش، باسكو اي فوا با باسكو ليكيب ناسيونال اللي كاليفي لا كوب دي موند، ولا فيفا لا ديسيدي باللي لي دات ليميت تاع لي كومبيتيسيون لازم له 18. لو 18 يكون كلش حابس. كاين اربعه لي كومبيتيسيون يتلعبوا في اسبانيا وفي فرنسا، كوب دلا ليغ، كوب دو روا، شامبيونا، ولا شامبيونز ليغ، وراهم يلقاو الوقت. حنا عندنا دو كومبيتيسيون ما لقيناش الوقت. صح، سي بور سا ما افونسيناش في لي كومبيتيسيون هادوما. صح، خاطرش لو كان لقينا المعاونه من هاد البرمجه ولا اخر ما يصيرناش. ما رانا نونتيسيبي ونروحوا بعيد في الكوب دافريك، سي بور سا ما قدرناش نروحوا في. نعم، وكامل كما يقولوا همي ضحك وهمي بكي، هذا المثل ينطبق على فريق شباب قسنطينه. باسكو قبلت انا نقول الفريق البجاية وللنيجر تلاقوا كاع اللاعبين تاع الفريق في المطار في قسنطينه، ومجموعه رايحه للنيجر ومجموعه رايحه للبجاية. جاو بعض الفضوليين من الانصار سقسوا المدرب سيمون دي، قالوا له ورينا اللاعبين اللي رايحين للنيجر، ورينا اللاعبين اللي رايحين للبجاية. قال لهم باينه اللي لابسين مليح اما رايحين للبجاية باسكو البرد، واللي لابسين دوبيمون رايحين للنيجر باسكو السخانه. هذه
إذا القضية هذه للأسف فتحت بزاف أمور، حنا نتمناو تلقى الحلول، وحنا متأكدين أيضا باللي فريق شباب قسنطينة في مباراة العودة ضد نادي نجيلاك النيجيري راح يتأهل، لأنه نادي نجيلاك ماشي المستوى اللي يقدر ينحي فريق شباب قسنطينة من المنافسة إن شاء الله. هذا ما نتمناه، هذا الشيء اللي نتمناه. كما قاسي سعيد أنت اللي كنت معنا في الميشن كنت دائما تحقرني دائما تحقرني بصح كاين حاجة دوكا أنا ديكوفريت عليك عفسة، انت كي ما حقرتني حقرك لي جوار في اسبانيا ولا في البي سي انا عرموني كيف الصراحه الله يرحمه. ابارك انا هذاك النهار هذاك كنا فطرنا وخرجت، خرجت نمشي هكذايا، بقات نمشي وحدي، قلت امبوسيبل يعفسوا هذا امبوس كي هذا يجي يردوني يرموني في البي سي سي بور ساعفسوا هالك مال لا عفسوا هالي يا اخو. شوف مع كي دخلت وحسيت شو كي واحد يجي يجري موراك من اللور، تحس بلي واحد راه جاي. انا درت لقيت حشود جاي يجري مورايا، اجل ما سيت ديماري، انا ديماريت هو حكمني من الرجل حشود هو اللي رفدك حشود. ومن بعد كملها كانت عندي كاس، الكاس كان عندي كاس ضربته به للراس والله ضربته به للراس، ما حس والو، الكاس تكسر هو ما حس والو، زاد جابوا كاس. ومن بعد خرجوا لي في 14000 في 15 ارماوك، قلت لهم السلام ما تطلبي عندي ظهري ويجي انا نتشبك ارموني على ارموني على على راسي ما ترمونيش على ظهري. سلمت سلمت كيما قال لك هذا دليل باللي عنده تواصل جيد مع اللاعبين كامل القصص. هم على بالهم عزدين، على بالهم على بالهم باللي شوف في الخدمه ما تسامحش، على بالهم باللي في الخدمه ما تسامحش، على بالهم باللي كل واحد هو كان الحاجه المليحه انا استعرفها حاجه المليحه لي رجلو يلعب على بالهم باللي جو سوي كوريكت معاهم. وشنو انتم لازم تكونوا ثاني، احنا رانا معكم رجال، انتم ثاني تكونوا معنا رجال، انتم ثاني تكونوا كوريكت، خدموا ما تحوشوش تفهموا، انتم عليكم الخدمه برك هذا ماك صافي بليز. مؤخرا انا مؤخرا رضوان ثاني وليت نتبع بوليتيك بزاف على بالك او دورتها بوليتيك بصح انا نلعب قيسي اختلام بوليتيك انا نلعب قيسي غير مع المرشحين الصغار تاع الانتخابات هذوك نكاز كذا ماكش دورتها مع سعيد هاني الله يحفظك كوبي كوبي واش الهضره خلينا الهضره هذه يا اخي. مؤخرا في تجمع تاع رشيد نكاز المرشح نكاز في باب الوادر تجمع، ايماجيني واش قال لهم كمان، قال لهم لو كانت فوطيو عليا نرجع شوشي ليكيب ناسيونال يلعب كوب دي موند 2014. انا والله نطرينا انا حبيت نسقسيك اسكو هذا يخدم معاكم في مولوديا ولا كذا. هي شوشي كيما قال رضوان قال لك سي لونترينر اللي يرجعوا ماشي نكاز ولا شكون نو ما ولا سيداني سي سي ان ديسيزيون بوليتيك باش تلعب في المنتخب الوطني سك ما بقاش احترام للرياضه. دونك جو بونس حنا نتمناو انه شوشي يعفى عن المعاقبين هو وبابوش. ما زدوش نهضروا كنا نهضروا ما عفوش عليهم، بالك كيما نهضروش بالك يعفو عليهم. مي 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 ما لازمش يكون ما لازمش نسيسوا الرياضه خاصة كرة القدم، ما لازمش تتسيس. فريق اتحاد الحراش فريق كبير وانت خرجت من فريق اتحاد الحراش، بالصحة يقولوا باللي خاوت هشام العقبي هما اللي بالك على جالهم اللي راح من الحراش. حبيت توضح لنا الامور في هذه النقطة. حبيت نوضح لك نقول لك واحد الحاجه خاوتي باش حسوا بلي خوم تحقر في الحراش، ما ديتش لا شونس انا في الحراش، باش نقول لك بلي ديتش لا شونس ما ديتش لا شونس كيما راهم، خاطرش لو كان ديت لا شونس لا خاطرش علاش حنا عندنا تقاليد في الحراش، راح مزياني جا خاد لونيسي، خاد راح لونيسي جا عقب دائما كاين ولد ليكيب فهمتني، راح مزياني كان 10 جا خالد، خالد كان 10 راح خالد جا عقب، ما خلاوش عقبي بروغريسي في الحراش. سيبورتا شوف انا ما عندي حتى مشكل في الحراش، ما عندي حتى مشكل مع العايب مع شارف مع لي ديريجون كاع راني معاهم طريبيان، مازال للان بوعلم شارف يعيط لي ويسقسي عليا واش خصك واش ما خصكش، الحمد لله في التجربه مليحه من عنده، مي لا غالب ما مشاتليش في الحراش، كنت حاب نبدل لونتوراج ما حبوش يعطوني كوارتي، دخلوا خوتي باش يجيبوا لي كوارتي والحمد لله راك تشوف نتمنى لك التوفيق.